النهارده يا اولاد صباح الخير. اولا هنتكلم على بكمل المحاضره رقم واحد اللي هو تمثيل المستوى، وهنمثل المستوى النهارده بطريقه تانية خالص اسمها الطريقه التانية، بمعلوميه احداثيات الاثار اللي هو السين والصاد والعين. وقبل ما ادخل في المحاضرة التانية ديت هفكركم بحاجات قلتها في المحاضرة الأولى. كنا بنقول ازاي بنمثل المستوى، فكنت بجيب الأثر الرأسي اللي هو الخط الأحمر اللي قدامنا اللي هو تقاطع هذا المستوى مع مستوى الإسقاط الرأسي اللي هو M2 اللي قدامنا دي، وبجيب تقاطعه كمان مع المستوى الأفقي اللي هو M1 اللي هو هيديني الخط الايه الازرق. ويبقى الخط الاحمر اسمه الاثر الرأسي للمستوى، والخط الازرق الاثر الافقي للمستوى. وقلت كمان ان الطريقة الاولى هم اربع طرق. الطريقة الاولى عن طريق مستقيمين واقعين في مستوى، ازاي اجيب اثار هذا المستوى بمعلومية مستقيمين اللي هو الاحمر والازرق اللي واقعين في هذا المستوى. وقلنا بنجيب للمستقيم الاحمر الاثر الافقي والاثر الرأسي، وبالنسبة للمستقيم الازرق بجيب الاثر الافقي والاثر الرأسي. وبعدين عشان اجيب الاثرين بتوع المستوى بوصل، عشان نجيب الاثر الرأسي للمستوى بوصل الاثر الرأسي للمستقيم الاحمر مع الاثر الرأسي للمستقيم الازرق اللي هو كنا بنسميه R2. وعشان اجيب الاثر الافقي للمستوى فكنت بوصل الاثر الافقي للمستقيم الاحمر مع الاثر الافقي للمستقيم الازرق، وده هيروح مديني الاثر الأفقي لهذا المستوى اللي كنا بنسميه R1. هنا بقى عشان نبدأ ندخل في الطريقة الثانية اللي هي بمثل تمثيل يعني آثار المستوى اللي هو الأثر الأفقي والأثر الرأسي، مش بمعلومية مستقيمين، لا، بمعلومية سين صاد عين. فعشان اوضح دي هوضحها احسن بقى بمثال. هناخد مثال اهو قدامنا، مثال رقم واحد. بقول عين اثري المستوى، اثري يعني الاثر الافقي والاثر الرأسي. المستوى ده السين بتاعته 4، الصاد 3، العين 2. فازاي لو جاب لي مستوى بالشكل ده انا امثله؟ اول حاجة هنشوف الرسمة كمان شوية في الشريحة اللي بعدها. بوقع النقطة اللي هي النقطة انا هسميها بقى ايه؟ هسميها 3. هسميها 3. هتكون على محور سي، لأن الأربعة دي بتمثل القيمة سين اللي هي بعد النقطة عن الإيه؟ الخط الرأسي اللي هو عين صاد، اللي هو عين صاد، وسين هنا بأربعة، يبقى هاجي كده على يمين المحور الرأسي عين صاد، وهروح إيه؟ احط النقطة 3. طب المسافة دي كام؟ 4، لان السين هنا ب4، يبقى باجي من الخط ب4 سنتي واحط نقطة هسميها انا، هسميها ايه؟ 3. هنا طبعا زي ما احنا شايفين اهو انا مثلت النقطة اللي هي السين بتاعها 4 سنتي، فاحنا قدامنا المحور عين صاد باين اهو من فوق لتحت. اجي على يمينه النقطة اللي انها بالموجب
4 سنتي، فاجي على بعد 4 سنتي واحط النقطه الحمراء اللي انا سميتها 3، يبقى ببعد 4 سنتي عن المحور الراسي. لو كانت القيمه 4 بالموجب واجيبها في اليمين، يبقى نقطه 3 دي هتبقى في اليمين. هنفترض بقى ان س ده هي كانت بسالب، اعمل ايه؟ احط النقطه اللي اسمها 3 دي على الشمال، وبرده بتبعد 4 سنتي عن الخط الراسي اللي هو عين ص، ويبقى انا كده مثلت نقطه ايه؟ س. هندخل على الشريحه اللي بعدها ونبدا نشوف هنكمل ازاي. انا رجعت بقى دلوقتي، عايزين نمثل نقطه تانية. فكتب لكم المساله من فوق تاني. عايزين نجيب اثري المستوى 4، يعني الس ب 4 والص ب 3 زي ما احنا شايفين اللي في النص دي، والعين ب 2. اتكلمنا في الشريحه اللي فاتت ازاي مثلنا النقطه الاولانيه على بعد 4 سنتي من الخط الراسي اللي هو عين ص. هنخش في الجزء ده ازاي نمثل الصاد اللي هي قيمتها 3 زي ما احنا شايفين في المسألة. طيب هسمي النقطة دي، انا هسميها 2 بالازرق اهي، يبقى هنوقع النقطة 2 على محور ايه؟ على محور صاد من تحت لو كان بالموجب، ولو بالسالب يبقى من فوق. بس الصاد ده اهي هتبعد عن خط الارض بمسافة 3 سنتي لتحت لأنها بالموجب، ولو كانت التلاتة دي بالسالب كنا هنعمل إيه؟ كنا هنحطها فوق زي ما أنتوا عارفين لما خدنا تمثيل النقطة وتمثيل المستوى. تمام؟ هنشوف الكلام ده في الشريحة اللي بعدها. هنشوف نقطة 2 اللي بتبعد 3 سنتي لتحت عن خط الايه؟ الارض. اهو زي ما احنا شايفين المحور الراسي اللي هو عين فوق اهي مكتوبه وصاد تحت، ده اسمه المحور الراسي، انتوا عارفين الكلام ده. وبعدين احنا مثلنا زي ما احنا شايفين على ايدينا اليمين النقطه س اللي هي كانت بتبعد 4 سنتي عن المحور الراسي، وسميناها 3. هنوقع نقطة ايه؟ ص. ص بتبعد قد ايه؟ قلنا بتبعد 3 سنتي، يبقى هنزل 3 سنتي لتحت تحت خط الأرض، مكتوبة 3 سنتي قدامنا اهي، فهنزل 3 سنتي لأنها بالموجب، وأحط نقطة أنا سميتها 2. تمام يا ولاد؟ ماشي أوكي. ننتقل بقى للشريحة اللي بعدها. دلوقتي بقى احنا وقعنا ايه؟ س، وقعنا الصاد. المسألة قدامكم كتبتها مرة اهي قدامكم تاني. العين بكام هنا بقى زي ما احنا شايفين المثال؟ العين باتنين. انا عايز امثل النقطة 2، النقطة اللي هي طولها 2 مش رقم 2، خلي بالكم. فانا سميت النقطة دي 1 باللون الاخضر اهي، هحطها على محور عين زي ما انتم شايفين، بحيث هتبعد عن خط الارض بمسافه 2 سنتي اللي هي قيمه العين، وهتكون لفوق لان العين هنا بالموجب، ويبقى كده مثلت كمان نقطه. يبقى احنا كده مثلنا الس اللي هي بتبعد عن المحور الراسي 4، مثلنا الصاد اللي بتبعد عن خط الارض لتحت بقيمه 3، مثلنا العين اللي هي فوق خط الأرض بقيمة قدرها 2. هنشوف الكلام دوت في الشريحة اللي جاية، وهنلاقي النقطة دي عملتها بلون أخضر، يعني س عملتها بالأحمر، الصاد عملتها بالأزرق، العين عملتها بالإيه؟ بالأخضر. يلا بينا نخش على الشريحة اللي بعدها. يبقى أنا كده
لما احنا نبص في الشريحه دي مثلت 3 نقط. النقطه الاولى س اللي كانت بتبعد 4 سم على محور عين ص، ومثلت النقطه الزرقاء اللي هي بالموجب اللي هي انا سميتها 2 لكن هي بتبعد 3 سم عن خط الارض لتحت. وبعدين باللون الاخضر مثلنا العين فوق خط الارض بمسافة طولها كام؟ 2 سنتي زي المثال ما قال. كده مثلنا طريقة اللي هو تمثيل الثلاث نقط اللي بيهم برسم آثار المستوى. طب هنرسم آثار المستوى ازاي؟ يلا بينا على الشريحة اللي بعدها. زي ما احنا شايفين بقى دلوقتي احنا مثلنا الثلاث نقط، خلاص؟ س وص وعين. بفكركم ان س انا اديتها رقم 3 والنقطة ص اديتها رقم 2 اللي هي بتبعد 3 سنتي عن خط الارض. لو انا وصلت 3 ب 2 هنجيب الاثر الافقي للمستوى اللي هو ار 1 زي ما هنشوف في الشريحة اللي جاية. زي ما احنا شايفين في الشريحة ايه؟ لو وصلت نقطة 3 اللي هي بتمثل البعد السيني بنقطة 2 اديني بكرر اللي بتمثل البعد الصاعدي، يبقى لو وصلت 3 ب 2 ومديت هيروح مديني الأثر الأفقي للمستوى اللي هو اسمه R 1. يلا بينا بقى نكمل المسألة ونشوف ازاي هنجيب الأثر الرأسي في الشريحة اللي جاية. عشان اجيب الأثر الرأسي زي ما احنا شايفين بوصل نقطة 3 اللي هي كانت بتاعت البعد السيني بفكركم بنقطة 1 اللي هي البعد العيني، انا سميتها 1 اللي هي بتبعد 2 سنتي عن خط الأرض. لو وصلت 3 بواحد هجيب الاثر الرأسي للمستوى اللي احنا كنا بنسميه R2 زي ما هنشوف في الشريحة اللي جاية. ادي زي ما انتم شايفين وصلت 3 اهي اللي هي نقطة 3 بفكركم اللي كانت بتبعد 4 سنتي عن المحور الرأسي عين ص بنقطة 1 اللي كانت بتبعد لفوق فوق خط الارض ب 2 سنتي اللي هو البعد العيني. اذا انا وصلت الثلاثه بالواحد يديني الاثر الراسي للمستوى. يلا بينا نخش على الشريحه اللي بعدها اللي هو ملخص الدرس كله. طبعا انا هنا بس بفكرك هلخص المحاضره كلها وهيكون الكلام دوت في الشريحة اللي جاية، عشان لو حتتك اتفلتت منك كده في الشرايح اللي فاتت اديني بعيد والتكرار بيعلم الشطار. يلا بينا اولاد نخش على الشريحة اللي بعدها. يلا بينا كده نلخص الدرس اللي فات. احنا هنا قلنا ازاي نعين اثار مستوى بمعلومية س ص ع للمستوى. أول حاجة عملناها وقعنا النقطة 3 على البعد السيني وبفكركم اللي كان 4 سنتي. ال 4 سنتي لأنها بالموجب جت يمين، لو بالسالب كنت هحطها شمال. 4 سنتي بعيد عن إيه؟ عن المحور الرأسي اللي هو عين فوق أهي والصاد تحت أهي. وقعت النقطة اللي انا سميتها 3 اللي بتبعد 4 سنتي عن المحور الرأسي. وبعدين وقعت النقطة اللي تحت اللي انا سميتها 2 اللي هي بتبعد 3 سنتي اللي هو البعد الصادي عن خط الارض. طبعا اللي تحت لانها موجب، لو بالسالب كنت حطيتها فوق. وبعدين وقعت النقطة الثالثة اللي انا سميتها 1 اهي قدامكم بالاخضر اللي هي بتبعد 2 سنتي اللي هو البعد العيني
عن خط الأرض واتحطت فوق لأنها بالموجب. لو أنا وصلت 3 ب2 يبقى جبت الأثر الأفقي للمستوى، ولو وصلت 3 ب1 يبقى جبت الأثر الرأسي لهذا المستوى. وبكده يبقى احنا خلصنا الطريقة التانية اللي بجيب بيها آثار المستوى. الطريقة التانية لأنها كده كانت حلوة بمعلومية الإحداثيات، اديتها لكم على هيئة مثال جميل موضح، بحيث لو جالك مسألة زيها تقدر تجيب آثار المستوى اللي هو الأثر الأفقي والأثر الإيه؟ الرأسي. بشكركم يا أولاد، وأعتقد إنكم فهمتوا الموضوع ده كويس أوي. إن شاء الله طريقة التواصل هنشوفها بعدين، لما نشوف بس الأسبوع الجاي الدنيا هتمشي إزاي، وهنقول لكم على طريقة التواصل بحيث إن يقدر أي طالب يسأل زي ما هو عايز ويسأل في أي وقت، وهترد عليكم المهندسة بنصي أو أنا هرد عليكم. فعايزكم تذاكروا الدرس ده كويس جدا، اللي هو تمثيل المستوى بمعلومية الأبعاد س ص ع، وبالتوفيق إن شاء الله.